القوات الأوكرانية وجهت ضربة ليست بالعادية أبدا للقوات الروسية، وهذا الأمر هو حدث فعلا فجر هذا اليوم، وجاء الانفجار بهذا الشكل الذي ترونه، انفجار هائل للغاية جاء في مدينة ماكييفكا في دانييتسك، في هذه المدينة التي فقدوا السيطرة عليها منذ عام 2014 لصالح الجانب الروسي. ولاحظ الانفجار عندما تقرب الصورة وترى الانفجار كبير وهائل للغاية، والجيش الأوكراني كان قد وضح بأنهم تمكنوا من تدمير مستودع للأسلحة محوري خاص بالقوات الروسية في تلك المنطقة، بل كان هنالك تصويرا أوضح من التصوير الذي رأيناه الآن، كان قد تم من قبل على ما يبدو طائرة مسيرة أوكرانية صورت اللحظات الأولى لطبيعة انفجار هذا المستودع للأسلحة الخاص بالقوات الروسية. لاحظ كيف أن الذخيرة تذهب يمينا وشمالا وتتفجر وتتوهج بهذا الشكل، يوضح لك تماما بأن هذا مستودع للأسلحة ليس بالعادي. وبعد ذلك طبعا جاء الانفجار الكبير بهذا الشكل الذي ستلاحظونه الآن، انفجار ليس بالعادي أبدا في هذه المنطقة، وقد تكون واحدة من الانفجارات التي سنتذكرها فيما بعد عندما نراجع الحرب الروسية الأوكرانية بكل تأكيد. وكانت هنالك يعني لحظة الانفجار الأولى لهذا المستودع نوعا ما كشفت طبيعة المنطقة التي نراها، ستلاحظ بأن المنطقة بشكل عام فارغة التي يتواجد فيها هذا المستودع للذخيرة، هنالك مباني مميزة بهذا الشكل تأتي في هذه النقطة، وأيضا إلى غرب الانفجار تلاحظ بأن هنالك منازل تبدو بهذا الشكل المميز، وبالتالي ليس هنالك شيئا في هذه المناطق، منطقة مفتوحة تماما، مع الأخذ بمعلومات بأنها موجودة في منطقة ماكييفكا، هي طبعا معلومة مفيدة بكل تأكيد. وأيضا في نفس الوقت إن هذا المبنى وشكل هذا المبنى كان له تصويرا قد جاء من نفس المقطع الذي رأيناه قبل قليل لطبيعة الانفجار، صورة نهارية بالنهار لهذا المبنى والمستودع على ما يبدو بأنه قد يكون التقط قبل طبيعة الانفجار طبعا، وبعد ذلك استهدفوه، وبالتالي كانت هي إحدى المعلومات التي جمعوها عن هذا المقطع، وبالتالي شكل مميز للمبنى بكل تأكيد. نتجه بالقمر الصناعية الآن إلى دانييتسك، هنا دانييتسك التي ترونها، إلى دانييتسك بنفسها التي تسيطر عليها القوات الروسية، وستلاحظ بأن ماكييفكا هي تأتي هنا، هذه هي دانييتسك التي ترونها، وهنا منطقة طبعا ماكييفكا التي تلاحظونها بهذا الاتجاه، هنالك نقطة طبعا نوعا ما هي نقطة واضحة لهذا الموقع، فيها ساحة كبيرة بهذا الشكل، ستلاحظ الساحة هنا، هذه هي الساحة التي يجب طبعا التي تبدو متشابهة مع ما لاحظناه من هذه المنطقة، عندما تكتشف هذه المنطقة هي ليست كبيرة، وبالتالي عندما تمشط المنطقة ستجد المنطقة بسهولة، وبالتالي ستجد المبنى الذي رأيناه هنا، تتجه إلى الشمال قليلا، المبنى متطابق تماما، هذا هو مستودع الأسلحة الذي تم تفجيره. وإذا ما حاول التأكد بعملية الانسحاب من هذه المنطقة قليلا إلى اليمين بالقمر الصناعي، سنلاحظ بأننا أمام نفس اللقطة التي جاءت من عملية الانفجار لهذه المنطقة، هذه المباني بنفس شكلها طبعا متطابقة، وبالتالي هنا مسافة هنا مسافة، كل شيء متطابق، وبالتالي نحن أمام هذا المستودع هو الذي تم القضاء عليه من قبل طبعا القوات الأوكرانية، ويعتبر ضربة خطيرة، وليس هذا فحسب، إن هذه النقطة هي ليست النقطة الوحيدة التي استهدفت في الليلة الماضية أو فجر هذا اليوم من قبل القوات الأوكرانية، لا أبدا، بل كان هنالك مقطعا لانفجار آخر، ليس الانفجار الذي تحدثنا عنه في نفس المنطقة في ماكييفكا، الصورة ليست واضحة نوعا ما كما تلاحظون، أيضا في نفس الوقت مقطع آخر لطبيعة انفجار آخر جاء أيضا بهذا الشكل، صوروه وتحدثوا المواطنين المدنيين الموجودين في تلك المنطقة، هذه صورة لإحدى الانفجارات نوعا ما أوضح مما رأيناه، ولكن كانت وكالة ناسا من الفضاء قد لاحظت طبيعة هذه الانفجارين، وهذين الانفجارين اللذين طبعا ظهرا بهذين المقطعين التي هي ليست واضحة، وتوضح بأن هنالك انفجار هنا وانفجار هنا، والحديث عن ماكييفكا، ويجب أن ننتبه أين جاءت هذه الانفجارات، لنتأكد مرة أخرى من المنطقة، ستلاحظ بأننا أمام منطقة نوعا ما هنا
ليست فيها مباني نهائيا، هنالك طريق نوعا ما عام، وبالتالي بين هذه النقطة وبين الطريق يأتي الانفجار. وأيضا سنلاحظ أن هنالك مياه هنا وبحيرة أخرى، مياه هنا موجودة، وبالتالي وسط هذه المياه في هذه المنطقة جاء الانفجار الآخر. وبالتالي إذا ما حاولنا العودة إلى القمر الصناعي لنتأكد من الانفجارين الآخرين، لنبتعد بالقمر الصناعي قليلا بزاوية 180 درجة، سنلاحظ بأن المنطقة التي تحدثنا عنها طبعا هي موجودة بهذا الاتجاه، هذه هي المنطقة، هذا هو الموقع الذي فجر. وسنلاحظ أن المساحة التي تحدثنا عنها قبل قليل هي تأتي هنا، هذه هي نفس المساحة طبعا، والطريق يأتي هنا، وبالتالي هذا هو الانفجار الذي جاء هنا بهذا الاتجاه، والنقطة الأخرى من المياه هنا وكذلك هنا مياه أخرى، وبالتالي هذا يوضح أن النقطة التي ظهرت في وكالة ناسا قد جاءت بهذا الاتجاه من هذا الانفجار. بالتالي انفجار أول، انفجار ثاني، والانفجار العملاق الذي رأيناه لمستودع الأسلحة الروسية قد جاء في هذه المنطقة. المثير بهذا الأمر أن هذه المستودعات وتحديدا هذين المستودعين هي مرتبطة بطريق الرئيسي هنا، وهذا الطريق الرئيسي يرتبط بإحدى أهم الجبهات وأكثرها سخونة على الإطلاق في دانييتسك. وهنا نتحدث عن منطقة مهمة للغاية سيطرت عليها القوات الروسية مؤخرا، بل مجموعة فاغنر هي التي سيطرت عليها. وطبعا هذه المنطقة إذا ما توقفنا قليلا بهذا الاتجاه سنلاحظ بأن ماكييفكا التي تحدثنا عنها بهذا الاتجاه، الطريق الذي تحدثنا عنه هو يأتي بهذا الشكل تقريبا إلى هولوريفكا أو غولوريفكا، وبهذا الاتجاه يمتد إلى باخموت. وهذه طبعا المستودعات تأتي قريبة من هذا الطريق، بل إن الأنباء الأوكرانية والأوساط الأوكرانية تحدثت إن هذه المستودعات هي التي تزود القوات الروسية بالأسلحة إلى غولوريفكا وتحديدا إلى باخموت، تمد وتقوم بمساندة القوات الروسية الموجودة هناك بالأسلحة من هذه المخازن. بالتالي ضرب هذه المخازن يعني ضرب الإمدادات اللوجستية، ضرب الأسلحة التي تذهب للقوات الروسية، ويعني إضعاف نوعا ما وقتيا القوات الروسية في مسألة الحصول على السلاح والدفاع عن باخموت. وباخموت الآن تتعرض إلى هجوم ليس بالعادي، والنقطة التي تتعرض للهجوم هي نقطة قريبة من الطريق الممتد من منطقة طبعا المنطقة التي تحدثنا عنها ماكييفكا إلى باخموت. وطبعا هنا هذا هو الطريق، إذا ما لاحظت الآن ستلاحظ الطريق الذي نتحدث عنه يمتد بهذا الشكل إلى باخموت، والمنطقة التي تتعرض إلى الضغط كما نتحدث الآن هي كليتشيفكا، الآن هي تحت نار القوات الأوكرانية. في حقيقة الأمر تفاصيل مثيرة نشرت من وكالة رويترز من الجانب الأوكراني، يقولون بأنهم يتقدمون تجاه باخموت وكليتشيفكا بشكل مباشر، وكذلك وزارة الدفاع الأوكرانية كانت واضحة بأن هنالك تقدما مميزا في تلك المنطقة. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى خارطتنا، خارطة ديب ستيت، سنلاحظ بأن في هذه الخارطة، وهذه هي طبعا باخموت التي تلاحظونها، هنا كليتشيفكا، لنقترب من كليتشيفكا قليلا بهذا الاتجاه، وسنلاحظ بأن التاريخ الذي نتحدث عنه الآن بالنسبة لهذه المنطقة هو 3 يوليو. لاحظ عندما نتقدم بالتاريخ إلى 4 وإلى 5 يوليو، أي اليوم طبعا 5 يوليو، ستلاحظ الفروقات كيف اختلفت. لاحظ 4 يوليو كيف هو التقدم، وهنا 5 يوليو تقدم أوكراني ليس بالعادي أبدا. هذا التقدم هو يوضح لك بشكل بسيط بأن القوات الأوكرانية قد تقريبا سيطرت على المرتفعات المطلة على كليتشيفكا، وهي على ما يبدو تمتلك سيطرة نارية كبيرة الآن على هذه المنطقة بحسب هذا الموقع الذي أساسا يقول لك الأخبار متأخرة بيومين. ديب ستيت هو أحد المواقع الأوكرانية التي لا تريد الكشف عن مواقع القوات الأوكرانية وتحركها لحظة بلحظة، لكي لا تكون أيضا علامة استخبارية، نقطة استخبارية للقوات الروسية لكي تستغلها. وإذا ما لاحظنا أن الاندفاع بهذا الاتجاه ويأتي باتجاه وادي باتجاه كليتشيفكا، ولنأخذ ونلقي نظرة على طبيعة هذه المنطقة لكي نفهم طبيعة هذه المرتفعات، هل هي مرتفعة جدا، هل هي مرتفعة، هل هي عبارة عن تل على سبيل المثال، لنحاول أن نأخذ صورة، نقترب من كليتشيفكا طبعا ونأخذ صورة أوضح لي هذه المنطقة قليلا. ستكون الصورة بهذا الشكل بالعودة بالتاريخ إلى عام 2022، ستجد صورة واضحة، ونحاول أن نتصرف وكأننا أحد الجنود الروس على سبيل المثال، وستلاحظ المرتفعات ليست عادية، مرتفع واضح جدا، تسيطر أي قوات على هذه المنطقة تسيطر ناريا عليك، وستكون تحت رحمة الضربات طبعا للطرف الآخر الذي يسيطر على هذه المرتفعات. وبالتالي واضح جدا
القوات الأوكرانية هنا تلعب بشكل صحيح، تتحرك بشكل صحيح، وبالتالي وعلى هذا الأساس إذا ما ألقينا نظرة من الجانب الأوكراني كيف ينظر لهذا الموقف؟ فهم يسيطرون على هذه المرتفعات، وهذه المرتفعات كل شيء واضح، وأيضا الوادي هنا يسهل عليهم الوصول والدخول إلى كليتشيفكا والسيطرة عليها، والسيطرة على كليتشيفكا قد تبدو لك كقرية صغيرة، قرية عادية، ولكنها في حقيقة الأمر هي قرية استراتيجية مهمة. صورة أوضح من هذه المنطقة ستوضح لك أنك إذا سيطرت على كليتشيفكا ستسيطر على هذا الطريق الذي هو طريق الإمدادات لمستودع الذخيرة الذي تحدثنا عنه في مكايفكا، وأيضا يعطيك القدرة أنك الآن تستخدم هذا المحور لمهاجمة باخموت ومهاجمة خاصرة باخموت والقوات الروسية المتواجدة هناك. ليس هذا فحسب، بل أنها تفتح لك الباب أيضا للسيطرة على أوبتنا على سبيل المثال بدلا من التقدم بهذا المحور، ومن ثم تهاجم من اتجاهين وتضع طبعا القوات الروسية في موقف لا تحسد عليه أبدا. بل أن الأنباء بشكل مثير القادمة حول كليتشيفكا التي بدأت الأوساط الروسية والأوساط الأوكرانية بتداولها بأن القوات الروسية في حقيقة الأمر قد اتخذت قرارا بالانسحاب من كليتشيفكا بعد سيطرة القوات الأوكرانية على المرتفعات طبعا الخاصة بكليتشيفكا، قد انسحبوا من هذه المنطقة. هذه التفاصيل قد نشرت من صفحات التليجرام الخاصة بالروس طبعا، هذا أحد المراسلين العسكريين لروسيا طبعا، وهو ألكساندر سلاتكوف الذي تحدث بأن القوات الروسية وتأسف عن هذه المسألة بأنهم قد انسحبوا من كليتشيفكا. أيضا باخموت ديمن إحدى أهم الصفحات الأوكرانية طبعا على التليجرام أيضا نقلت وأكدت بأن القوات الروسية انسحبت من كليتشيفكا، وبالتالي الموقف أصبح على ما يبدو وواضحا جدا. إذا ما تأكدت هذه الأنباء في الساعات القادمة في الأيام القليلة القادمة فإن كليتشيفكا والسيطرة عليها هي طبعا نقطة مهمة للغاية للقوات الأوكرانية، وخاصة أن القوات الأوكرانية أيضا تحقق تقدما هنا على مستوى هذه المناطق ألا وهي برخيفكا وياهدنا. دعونا نقترب منها أيضا، كانت هنالك في 48 ساعة الماضية تقدما مهما للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة، ولاحظ كيف الأمور ستتغير. نحن في 3 يوليو، هنا 4 يوليو، وهنا 5 يوليو، تقدم مهم جدا تجاه هذه المناطق، وهذا يعني أن القوات الأوكرانية في حقيقة الأمر قد اقتربت من السيطرة على برخيفكا، على ياهدنا، على كليتشيفكا، وبأن الأمور أصبحت خطيرة على أوبتنا، ويبدو بأن الأمور متجهة إلى تطويق باخموت، والقوات الروسية مضطرة هنا طبعا للانسحاب إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ولم تفعل شيئا في هذه المنطقة. وواضح أن مجموعة فاغنر وتمرد مجموعة فاغنر قد أثر كثيرا على مجريات ما يجري في باخموت، إلى درجة أن بلومبرغ كانت قد كشفت بشكل مثير بأن الآن روسيا تحاول من سد الفراغ الذي حدث بسبب تمرد فاغنر وخروجهم تماما من المعادلة القتالية الروسية. وذكرت بلومبرغ كما تلاحظون يوم أمس بأنها بدأت تستعين بالقوات الشيشانية بسرعة تجاه باخموت، وكذلك بدأت تستعين بحسب بلومبرغ على السجناء المحكومين يريدون طبعا إخراجهم من السجن من أجل القتال، من أجل أن يتحصلوا طبعا على العفو، وبالتالي القتال في باخموت، يدفعون بكل أوراقهم للدفاع عن باخموت. ولكن وضع باخموت طبعا على القوات الروسية يبدو صعبا وصعبا للغاية، ولكن مع ذلك هذا المحور ممكن أن يتغير بسرعة بالنسبة إن كانت في باخموت إن كانت في زاباروجيا أو غيرها بسبب مفاعل زاباروجيا. هذا المفاعل الآن دخل مرحلة الخطر، وقد نكون بعد ساعات من الآن أمام انفجار وحدث خطير للغاية في مفاعل زاباروجيا. من الذي يتحدث عن هذه المسألة؟ الروس بأنفسهم اليوم قالوا في صباح هذا اليوم قالوا بأن 5 يوليو القوات الأوكرانية بحسب معلوماتهم الاستخبارية أن أوكرانيا اتخذت قرارا بتفجير وضرب مفاعل زاباروجيا، وبعد ذلك اتهام الروس بأنهم هم الذين طبعا فجروا مفاعل زاباروجيا من أجل الحصول على دعم الناتو أو دخول الناتو في الحرب. وكانت هنالك الأنباء التي جاءت من الأوساط الروسية بأن هنالك عملية إخلاء للمناطق القريبة من هذا المفاعل إن كانت إنرغودار أو حتى فاستيفكا أو حتى ميليتابول، بدأ الناس يبعدونهم طبعا الروس من هذه المناطق التي يسيطرون عليها من أجل تفادي الإشعاعات النووية القادمة من هذا المفاعل. بل إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صباح هذا اليوم
كان قد تحدث وقال بأن الروس وضعوا أجساما نوعا ما تبدو وكأنها متفجرات على مفاعل زاباروجيا، وبأن الروس اتخذوا قرارا بعملية تفجير مفاعل زاباروجيا. لاحظ الجانب الأوكراني كيف يتحدث عن هذه المسألة، ووزارة الصحة الأوكرانية كانت قد وضعت إرشادات للمواطنين الذين طبعا هم يأتون في جهة القوات الأوكرانية وأينما تسيطر، وطبعا نشروا هذه المنشورات يوضحون للمواطنين ما الذي يجب أن يفعلونه في حالة انفجار مفاعل زاباروجيا، ووضحوا لجميع المواطنين الموجودين طبعا إلى غرب نهر دنيبرو، وضحوا لهم بأن عليكم الاستعداد للإخلاء في حالة انفجار مفاعل زاباروجيا. بالتالي لا نعلم الساعات القادمة ما الذي سيجري، هل ستنفجر هذه المفاعلات أو هذا المفاعل، أم أننا أمام ظروف متغيرة بالنسبة لهذه، وأن التصعيد الإعلامي لن يؤدي إلى هذا الانفجار. ويجب أن ننتبه إذا انفجر هذا المفاعل فإن أوكرانيا ليست الوحيدة في مسألة التأثر. لاحظ هذه الصورة التوضيحية لمفاعل زاباروجيا، هذا هو طبعا مفاعل زاباروجيا لنأخذ اللون الأصفر. تلاحظ أن أوكرانيا بأكملها ستتأثر بهذا المفاعل، مولدوفا كما تلاحظ، بيلاروسيا تقريبا بأكملها من ضمنها مينسك، وأيضا ستلاحظ بأن روسيا حتى موسكو سيأتي طبعا الإشعاعات النووية إذا ما انفجر هذا المفاعل، البحر الأسود بأكمله، بحر آزوف، وصدق أو لا تصدق ستصل الإشعاعات إلى أسطنبول، وستصل أيضا إلى أنقرة في تركيا، كذلك كما نلاحظ هنا أيضا رومانيا كما نلاحظ، وأيضا هنالك سلوفاكيا، ستلاحظ أن بولندا كذلك ستتأثر، دول كثيرة ستتأثر بهذه المسألة. ولكن في حقيقة الأمر إن جرى هذا الأمر اليوم أو غدا فإن أكثر المتأثرين هي أوكرانيا وأوروبا وإسطنبول إن ما انفجر هذا المفاعل، طبعا أكثر حتى من روسيا. لماذا؟ بسبب طبعا الرياح وطبيعة الرياح، فإذا ما فحصنا الرياح بحسب طبعا هذا الموقع ألا وهو المتعلق بالرياح كما تلاحظون، وهو طبعا إحدى المواقع المهمة، وهو ويند فايندر، هذا هو اسم الموقع إن أردت التحقق من هذه المعلومات. ستلاحظ بأن يوم الأربعاء اليوم على سبيل المثال في 5 يوليو إذا ما انفجر هذا المفاعل فإن الرياح نلاحظ بأنها تتحرك بهذا الاتجاه، لا تتحرك باتجاه روسيا، وهذا ما يجعل هذه الإشعاعات أن تذهب إلى الجنوب إلى تركيا إلى أوروبا. لاحظ كيف تتجه هنا إلى هذه المناطق، إلى طبعا المناطق الغربية من ليفيف وبولندا وغيرها. أيضا ستلاحظ بأن يوم الخميس على سبيل المثال نفس الشيء، الاتجاه يأتي عكس روسيا، وكذلك الجمعة يأتي عكس روسيا، حتى يوم الأحد. يوم الأحد الأمور تتغير هنا بالنسبة لهذه الرياح، وتكون هنالك التفافة من بحر آزوف باتجاه روسيا. بالتالي الإشعاعات وأن انفجر هذا المفاعل سنكون أمام كارثة حقيقية، ستتوقف الهجمات الأوكرانية والنجاحات الأوكرانية التي تأتي على أرض المعركة بكل تأكيد، وستكون كارثة إنسانية كبيرة.